التقرير دلوقتي مع بعض. والحقيقة دكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي شهدت توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين المجلس القومي للطفولة والأمومة وجمعية الهلال الأحمر المصري بفرع اليوبية، وانشأوا دار ايواء للفتيات والنساء ضحايا الاتجار بالبشر. من بقى يعني اتجار بالبشر زي مثلا جواز قاصرات او الحاجات اللي احنا يعني الصعبه اللي احنا بنسمع عنها، فعملوا لهم دار ايواء. على فكره دار الايواء دي فيها كل الخدمات الصحيه والنفسيه والتعليميه والاجتماعيه اللازمه ان هم يعيدوا تاهيل البنات والسيدات دول عشان يقدروا ان هم يندمجوا مره تانية في المجتمعات ويتاكدوا من ان هم كمان بيساهموا في المجتمع بطريقه فعاله وطريقه ايجابيه. نشاهد. الحقيقة وقعنا بروتوكولين مهمين مع وزارة التضامن الاجتماعي، الأول خاص بحماية حق الفتيات والنساء ضحايا الإتجار بالبشر، بإنشاء مأوى لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتوفير الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية لهم وعدم انخراطهم مرة أخرى في الوقوع فريسة لجريمة الإتجار بالبشر. وقعنا أيضا بروتوكول مهم خاص بالأطفال بلا مأوى، وهم الأطفال اللي برضو معرضين لخطر الوقوع في فريسة الإتجار بالبشر. النهاردة كنا بنوقع بروتوكول تعاون لإنشاء أول دار إيواء لضحايا الإتجار بالبشر من الفتيات والنساء بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين المجلس القومي للطفولة والأمومة وبين فرع الهلال الأحمر المصري بالأليوبية، وده إن شاء الله هيبقى أول دار في مصر كلها بترعى هؤلاء الضحايا. الرعاية هتبقى رعاية معيشية كاملة طول اليوم، هتبقى كمان في رعاية اجتماعية، رعاية نفسية، إعادة تأهيل نفسي وبدني واجتماعي لدمج الفئات المستضعفة اللي هم الفتيات والنساء ضحايا الإتجار بالبشر في المجتمع مرة أخرى، وعشان نستثمر إمكانياتهم وقدراتهم عشان يرجعوا للمجتمع بشكل أفضل. إحنا النهاردة بصدد توقيع بروتوكول تعاون ما بين وزارة التضامن والمجلس القومي للطفولة والأمومة. في الحقيقة البرنامج بيمثل الوزارة في هذا البروتوكول، وده في إطار التعاون المستمر ما بين الوزارة والمجلس القومي فيما يتعلق بالأطفال المعرضين للخطر أو الأطفال بلا مأوى. الحقيقة البرنامج لديه وحدات متنقلة بيعمل عليها جهاز وظيفي من أخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين ومسعفين وأخصائيين إدارة حالة. هذه الوحدة تتنقل في المناطق اللي بيتواجد فيها هؤلاء الأطفال. احنا بنشتغل في ايه؟ بنشتغل ان احنا زي ما قالت الوزيرة غادة والي عندنا قانون جيد جدا، كل العالم بيقول انه من افضل قوانين مكافحة الاتجار في البشر 64 سنة 2010، تنفيذه بيتطلب اجراءات معينة. ان انشاء دار مأوى لضحايا الاتجار في البشر شيء اساسي. عندنا دور مأوى أخرى تابعة للتضامن تابعة للطفولة والأمومة، لكن أن يبقى واحد مخصص مشكل بطريقة فنية علمية صحية لاستيعاب الضحايا وبعد كده يأهلهم للخروج إلى المجتمع، ده شيء مهم للغاية. احنا النهاردة بنعمل بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وطبعا عندنا كمية كبيرة قوي من أولادنا من ذوي القدرات الخاصة يعني بيقدروا يعملوا أعمال فنية وأشغال يدوية في البيت، وبنحاول نسوقها لهم. وفي نفس الوقت في أولاد كتير بيقدروا يعزفوا موسيقى وعندهم موهبة الغنى، بنحاول نظهر من خلال مؤسسة أولادنا للفنون مواهبهم كلها، وإحنا بنركز على الفن لأن الفن أسهل وسيلة للتعبير عن النفس. وطبعا الفن له دور كبير جدا جدا في دمج في المجتمع.